رجب انت روح من هون وانا رح روح من هون. ماشي اخي عاطف. يلا ليكو هون. وينك؟ يلا اطلع. عامل لك اطلع. انتوا لاحقين الزلمه الغلط. انت لا تخاف، نحن منعرف منيح مين بدنا نلاحق يا بولوت اصلا. وانت اللي قتلت الضابط اليوم. هاد الزلمه كان بيستاهل الموت. بيستاهل ولا لا؟ مو انت اللي بياخد هالقرار بهالشي؟ طبعا انا. انا ما بعرف شو في ببالك، بس تعا وترك هالشي. اساسا بس خلص شغلي رح اطلع من هون فورا. لا تاكل هم. وشغلك هو ان تقتل طلاب ابرياء؟ ها؟ انت عرفت اسمي بس ما رح تقدر تعرفني. انا عم حاسب على دم الشهداء. رح يجي يوم وتتشكرني البلد فيه، عم تفهم؟ العدالة ما بتصير مثل مو انت مفكر ابدا. تعا وارتاح. ما رح اسألك شو لازم اعمل. انا شفت كتير من امثالك. هاي شرعيتي وهذا قانوني. انا حكمت وجداني ولقيت انه في منهم مذنبين. هاي القصة رح تنتهي. انا مشكلتي مو معك. حط هالشي بعقلك. يلا واقف واقف. ما رح اسألك شو لازم اعمل. انا شفت كتير من امثالك. هاي شرعيتي وهذا قانوني. أنا حكمت وجداني ولقيت إنه في منهم مذنبين. هاي القصة رح تنتهي. أنا مشكلتي مو معك. حط هالشي بعقلك. يلا واقف واقف. يلا لشوف. واقف قلتلك. دير لورا دير لورا دير لورا. بنتي شو عم تعملي؟ وين رايحة انتي؟ بدي روح بعيد عن هالبيت لأي مكان، المهم بعيد. خلصنا بنتي، بترجعكي لا تخبصي. أبوك كتير زعلان. كان لازم يفكر قبل ما يضربني هالكف. لك سنة أبوكي حبيبتي عم يحكي مشان مصلحتك يا عمري. لك داخل إيه من هالبيت ومن هالعيشة؟ مليت من هالتصنع والحكي بوشين. مليت. هذا الرجال حبني مو مشان أي شي بملكه. مخلص وصادق بكل شي. لك إيه حبيبتي، يمكن يكون معك حق، بس هو ما بيناسبك. افهمي، برأيي إنك عم تتوهمي. هذا الزلمة هو الشي اللي بيناسبني وبس، وإنتوا عملتوه بطريقة بشعة. بنتي سناء، مشان الله لا تعملي هيك يا سناء. وقفي شوي. عاكف أنت منيح؟ أنا منيح، بس راسي عم يجعني شوي. للأسف ضيعنا الزلمة. هذا اللي اسمه بولوت مو من مكان بيقدر عليه. لو ما كان هيك ما كان بيقدر يهرب من بين ايدينا. ما قدرنا نعرف مخطط بكره. سيبه لبكره، ما في نوم بنوب. لازم نقدر نلاقي هالزلمه. ان شاء الله رح نلاقي. رح نفحص هذيك الوثائق والمستندات لحتى نقدر نلاقي فيها شيء ان شاء الله. اركبوا سياراتكم، رح نرجع الشعبي. يلا. كتير زعلت لأنه صار هيك. ما في شي نعمله، بس نحن عم نصعبها. أساساً هو حلم ما بيتحقق. بسيطة، هاد هو قدرنا، شو فينا نعمل؟ يلا تصبح خير. وأنتي من أهله. سناء سناء، شو عم تعملي هون؟ شو جابك بهالوقت؟ ما بقى فوت على هداك البيت. انتي شو عملتي؟ تركتي البيت؟ ايه
أنا ما عاد بدي ضل بالبيت. لا تعملي هيك الله يخليكي، هي أمك وهو أبوك وكمان عم يحكوا صح، أنت ليش هيك عملتي؟ فهمت، أنت كمان مستعد تتخلى عني. لو أجت علي بتخلى عن الدنيا، بتخلى عن روحي، بس ما بتخلى عنك أنت. عم تحكي من قلبك؟ بحلف بأغلى شي عندي. والله ليكي للأمانة هو من هذا النوع من الشباب. أنت هلأ تركتي البيت كرمالي يعني؟ إيه. إيه طيب شو رح نعمل؟ يعني ما فيك تضلي هون؟ إيه ما في مشكلة، منروح لعندي، أصلاً أنا ساكنة لحالي. لك أنت رائعة. يلا لكان أنا رح أوصلكن، إن شاء الله كله خير. يلا. هلا هالزلمة كان بيعرف انه المخفر رح يتعرض لهجوم وما ساعدهم، ما هيك؟ وهذا اسمه باخوس يلي هجم على المخفر. لو باخوس هو المشكلة بولوت انا بفهمه، بس ليش؟ ما عم بفهم شو بده من هالطلاب. لهلا ما قدرنا نعرف اي طلاب خدمة، مو هيك؟ ما قدرنا نعرف، بس على قريب رح نعرف. السلام عليكم. وعليكم السلام. تأخرت. وهي اجا روميو. خلصنا بالتا؟ عم تصلنا أخبارك، عم تصلنا. لك خلصنا أنت كمان أخي، أصلاً أنا واقع بمشكلة هلأ. شباب اسمعوني شوي، انتبهوا منيح على كلامي. عرفنا إمتى وين بدهم ينصرفوا هدول طلاب الخدمة العسكرية، لازم نتحرك فوراً على مكان العملية اللي رح تصير اليوم. ما عنا وقت كتير، في معنا ساعة، العنوان والمعلومات هون. إذا منتحرك فوراً منلحق. صالح أنت ضل هون، في عنا شغل ضروري أنا وأنت. حاضر سيدي. عاكف القيادة رح تكون أمرك، بس إذا بترجع وفي عندك نقص واحد برجال رح تقب خوانيقك. لا ينشغل بالك سيدي، إن شاء الله ما بيصير شيء. يلا شباب رح نتحرك فورا. يلا شباب الله يسهل دربكم، الله يكون بعونكم. تسلم. شباب جاهزين ما هيك؟ قربنا. ها نحن رح نبلش بالخطة، ديروا بالكم منيح والله يكون بعونكم. آمين. آمين. ألو شباب، أنا هلأ بمكان العملية، الحركة اللي خططنا لها من زمان إن شاء الله رح تكتمل اليوم. سامحوني بحقكم، ما رح يروح دم رفقاتنا هدر أبدا. أنا رح أركب مع الشباب. مستحيل، أنا رح أركب. وأنا بركب، ما في مشكلة. قلتلكن أنا رح أركب. تعا لك ابني شبك، أنت واحد متزوج، بكرة رح يصير عندك ولاد لك أخي. إيه وأنت عندك سناء. طيب خلاص قلولي طرة ولا ناش؟ أنا بقول ناش أخي. طرة. بالتا رح يركب بالباص. يلا كله خير. يلا نشوف. خد البس هاي السترة. رجب انت ارتاح اخي ولا تخاف، انا حطيت مكان معاون الشوفير صفايح فولاد، اذا صار هجوم رح تتخبى ورا هاي الصفايح. منيح فهمتني؟ شو بدك يعني اتخبى؟ ايه بس انا ما بتخبى. معناها افتح القميص هيك اخي وقول اوصوا اوصوا لك بسرعه يلا، بعدين خلي الرجال يمسكوك كمان. رح تسوي لي من قلك عليه. يلا يا شباب وقتنا بلش يضيق، يلا طلعوا على الباص بسرعه. يلا 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 بسم الله.
بالتا، انت خليك عم تسوق لآخر لحظة. إذا مثل ما حسبنا الخطة، الهجوم معناتها رح يصير بالغابة، وإذا بيقوص عليك انت رح تتخبى هون ماشي؟ أصلاً الرجال لحاله، أول ما يضرب طلقة رح نسمع صوته. ما رح أطول القصة كتير، مفهوم؟ ماشي أخي، مفهوم. إيه، والله بطلنا علق بالتا. أخي أعطيك تليفوني تتصل بالمفتي؟ كارلوس؟ اسأل إذا قلب الباص ومتت بقلبه بتموت شهيد؟ أخي صباح الدين، أنت اللي خبرته؟ أنا بعتذر أخي، أنا ما حكيت لغيره، بس والله يمكن هو بيكون نشر القصة على الإنترنت كمان. أخي احكي لنا شو قلت له للمفتي؟ أخي عاكف مشان الله أحكي معه. خلاص خلاص، لك لا تضايقوا لي بالتا هلأ. ابني أنت المرة الجاية اتصل بوزير الشؤون الدينية، بتكون ضمنان أكتر. يا حبيبي ناقصني انت. يلا يلا خلونا ننزل، الكل ينزل الا بالتا. يلا ليك، ما رح يصير شي عليك ان شاء الله، بس اذا لا سمح الله يعني لا تشغل بالك اخي، رح انتبه. دير بالك يصير لك شي بالتا، دير بالك منيح حالك، لا تساوي شي مجنون فورا وتحتمي. تعرف اخي انا هلا بحاجتك كتير. يلا يا شباب رح نتأخر. يلا يلا, يلا. في عندك هاي فولاد، احتمي فيها، استودعناك بأمان الله. الله يسلمك. بأمان الله. أمان الله. انتبه منيح. بإذن الله حبيبي. 54 أخي الله يكون معك. بالتا نحن رح نروح من هون وناخد مواقعنا، روح وغير تيابك وانتظر خبر مننا. تمام أخي. يلا, يلا شباب بأمان الله. لك سيبه، والله أنا خايف هذا يعمل شيء مجنون بحاله. لا لا ما تاكله، هو بيعرف شو بده يعمل. الكل جاهزين؟ جاهزين جاهزين. شباب انتبهوا منيح بلا ما تطلع لنا شي شغلة محاسبينا. ان شاء الله اخي عاكف. يلا بالتا فيك تتحرك، نحن اخذنا مواقعنا. اخي عاكف انا جاي. يا شباب بأي خطأ صغير رح تصير حياة بالتا بخطر كبير. اي والله مفهوم اخي، انت لا تشغل بالك. كارلوس شو هذا الشيء اللي هنيك؟ اي شفته اخي. تعا معي. ليكو اجا، اجت اللحظة اللي كنت ناطرها. اخي عاكف رح وصل للمكان، في اي تحرك شي؟ لهلا ما في شي، انت تابع السواقة. انت تذكرتني يا قبضاي؟ بولوت اترك سلاحك. يلا انت
انتوا بالمكان الغلط والوقت الغلط. لا تقعد تتفلسف، بدنا تحكي لنا شو بدك من الطلاب. انا ما لي شغل مع الطلاب. وليش قتلته للضابط؟ قلتلكن بالتسجيل لانه باعنا، بسببه هو رفقاتي صاروا شهداء وفي منهم صاروا عاجزين. هالزلمة ساوانا طعم. لما طالبنا مساعدة باللاسلكي ما اجيت، عم تفهموا؟ طيب ماشي، هو باعكن، بس الطلاب شو دخلوا؟ شو بدك من هدول الطلاب؟ انا ماني مجرم ماشي؟ انا ما لي شغل مع الطلاب، انا شغلي مع اللي ملاحقينن. مين هدول؟ مين يعني؟ المنظمة، وعلى راسهم في خاين اسمه باخوس. يلا. ايه الباص قرب يوصل. ليكو عم بيقرب، ما بدي يطلع ولا واحد عايش، عم تفهموا؟ ماشي يا معلم. احكي حكي واضح، شو عم تقول؟ انتو ما عم تفهموا، المنظمة هي اللي رح تعمل هالعملية. أنا ما اجيت مشان الطلاب، اجيت من شان باخوس. بلتا، أخي المكان هون كتير هادي، أنا رح ضل مكمل. بالتا، خليك منتبه منيح. اطلعوا، يلا تحركوا. يا أولاد الكلب. أخي عاكف، هجموا علي، أعطي إشارة، ساعدوني. بلتا! 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 ولك لا تهرب! كارلوس! بلتا! بلتا! قليلين الشرف! منين طلعوا هدول؟ شو عم يصير؟ هدول من المنظمة. أوصوا عليهم، أوصوا عليهم! لك من وين طلعوا هدول؟ ولا هاي المهام الخاصة؟ انسحبوا. عاكف، هون في ارهابيين وعم يقوصوا. ايه نحن جايين، بولوت هون مشان هدول، مشان الارهابيين، نحن جايين. كيف وضع بالتا؟ شفتوا شي بالتا؟ انا رح شوف. إيكر، أليف، غطوا علي، أنا رح جيب بالتا. تمام؟ تمام. أخي، الحاني أخي. يلا بسرعة، اجي يلا يلا. انت منيح اخي؟ ليش ما حدا خبرني شي عن الارهابيين؟ لانه نحن كمان ما كنا بنعرف عنهم. يلا نطلع من هون، يلا. هدول صار عدد كبير. هربوا لك، هرب. الله يلعنهم، هدول من وين طلعوا لنا؟ عم يهربوا اخي. طيب انا رح الحقهم. عاكف انتبه مني. ماشي، وانا جاي معك. الله يلعنكم يا هندال. ولك انتو من وين طلعتوا لنا هلا؟ من وين؟ بسيطه،
رفدنا. جاي واحدة تانية، انبطحوا انبطحوا. ولك شو فكرنا بدنا نخاف منك؟ ولك نحن ما منخاف من حدا ابدا. رجب انت واقف، بس انتبه. تعال لهون ولك. تعال هون، تعال ولك. رح موتك ولك. يعني كنتوا بدكم تعوصوا على الطلاب مو؟ ها؟ ها؟ لك أنا بجن من اللي بيأذي الطلاب ولك؟ تصير مجنون؟ ولك ولك مين أنت ولك؟ أنت شو بدك مني؟ شو ما تذكرتني؟ لا طلع طلع منيح، طلع بوشي. تذكر سنة 2009، تذكر المخفر اللي استشهد فيه 12 عسكري. أنا ما عملتها، أنا ما كنت هنيك، أنا ما كنت هنيك يا عديم الشرف. لا تكذب، كنت هنيك أنا بعرف. لا تعوص، لا تعوصني، بوس إيديك لا تعوصني. واقف لا تعوص. واقف 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 لا طوّس. اهدى شوي بولوت، اهدى. روح وشي. لا طوّس، اهدى شوي. اوعك توصل، اوعك. خلص بلتا بلتا، خلص وقف. رجب رجب وقف. رجب عم قلك اتركه بقى. شو عم تعمل؟ خلص بديت لك، عم قلك بديت لك. رجب لك، رجب رجب اهدى شوي بقى. مقوم شبك رجب. رجب خلصنا، رح تقتل الزلمة. رجب خلاص بكفي بقى. شو فيها؟ في شي مشكلة؟ لك بالعادة لا، بس بهي الحالة لا، مانو صحيح. يلا قلت اهدى شوي. خلاص ترك، عم قلك اهدى. قوم معي. خلاص قوم، خلاص بقى شبك. خلاص اهدى ابني. خلاص قوم لك، ما رح تفلت من ايدي. بالتا خلاص اهدى شوي بقى. بديت روح لك من هون، بعد من هون. لك تركني تركني. اهدى روق، سيبه. انت كلب شهاد، بعد عني. انت طلبي الاسعاف. تمام، للمركز. بدنا سيارة إسعاف فورا لمنطقة العملية. وين راح عاكف؟ ما بعرف. امشوا لاقيه. خدوه وانت تعال. خدوه هات، خدوه. يلا بلتا، يلا حرك، يلا قوم قوم قوم، حرك قدامي. يلا اخي فهمنا، انت موجوع ومجروح من جوا وكمان عاقل، بس لا تقوس. بترجاك لا تقتلني، بوس ايديك لا تقتلني. لا تحكي ولك، انت اسكت ولا تحكي. شايفين هالكلب كيف عم يترجاني؟ أنا مات كثير من رفقاتي، كلهم قوصهم براسهم. واحد منهم كان خاطب جديد، وواحد إجا ولد قبل شهرين لسه ما كان شايف ابنه حتى. عديم الشرف هذا اللي قتلهم. اسمعني، مرتبة المحاربين هي أعلى مرتبة. أنت حاربت سنين طويلة مشان هالوطن، لهيك لا تخرب كل شيء عملته. لا تكون مجرم وتوسخ إيديك بدم هالوسخ. أي مجرم؟ قتل هذا الزلمة هو خدمة الوطن. أخي أنت بالجبال خدمت هذا الوطن وهذا الشعب كتير، لا تساوي هيك. لو كانت الشغلة علي كنت فضيت مخزني براسه ومشيت، بس أنا عم فكر فيك أنت. وليش بقى؟ ليك هذا اللي عم تساويه اسمه جريمة، لهيك لا توسخ سمعة المحارب مشان الانتقام تبعك. حرام عليك. اتركه أخي، خلينا نحن نساوي شغلنا. اتركني، خليني قتله. لا تعمل هيك أخي،
انك تقتل هذا الحقير ما رح ينفعك، رح يضرك، بترجاك لا تعملها. نحن مو شغلنا ننشر العدالة تبعنا ابدا، شغلنا نلجأ لعدالة الله. شو انت رح تكون اعدل منه؟ قل لي لشوف انت اعدل من الله. حاشا. قديم الشرف. بطح بطح على الارض، لا تتحرك، اوعى تتحرك. ماشي ماشي ماشي. شو رح تعملوا فيني؟ رح تعتقلوني؟ انت قتلت ضابط، ما فينا نعمل شي غير هيك. معناها خدوني أنا كمان. وأنا كمان. مين أنتو؟ ومن وين طلعتوا؟ هدول هن رفقات روحي، نحن لفدنا من الموت سوا. طلعوا شوفوا كل هالشي من ورا هاد. أخي برافو، هلأ مش الحال. من جهة أنت أخذت بتارك، ومن جهة كمان أنقذتني. أخي نحن ما شفناكن وأنتوا ما شفتونا، ماشي؟ سمعت، نحن ما شفناك ولا انت شفتنا. طيب ماشي، اصلا نحن شغلنا انتهى. عاكف عاكف، كارلوس لك وينكن؟ عاكف وينك؟ عاكف لك وينكن؟ عاكف عاكف كارلوس. الله يرحم شهدائنا ويجعل مسواهم الجنة، امين. يلا بقى روحوا بسرعة، يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. لك وينكن؟ شو صار لقطوان؟ ايه اغلبهم ميتين مثل هاد. طيب وبولوت؟ وين بولوت؟ شو بولوت؟ ما في حدا بهالاسم، ما هيك اخي عاكيف؟ وانا ما شفته. كنت عم تبكي؟ لا، فاتت غبرة بعيني.